عجبتني حكمة قريتها في التيك توك هنا بتقول: أنا لا أعرف الخصام ولكن أعرف كيف أعيد الناس غرباء كما كانوا. إخوانا الحكمة دي جمالها وين؟ جمالها في إنك يعني ما تشغل قلبك وفكرك ووعيك وكيانك بالخصام وبالكره وبمعاداة الناس أبدا. زول ضايقك في الحياة دي واترك، أديته فرصة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة سبعة وعشرة، مهلت له مديت له ومصر يوترك في الحياة دي، ومصر ينغص عليك عيشتك، ومصر يقلب عليك حياتك راس على عقب. ما تكره الزول ده، ممكن زي ما نقوله طبيعته كده، الله خلقه كده. في ناس يا اخواننا في الدنيا دي ربنا خلقها ابتلاء للناس، معي؟ في ناس ربنا خلقهم كده حكمة الله انه يكونوا اذى وابتلاء لمن حولهم. زول زي ده ما تكرهه ولا تعاديه ولا تديه فرصة تانية وثالثة ورابعة، كفى. رجعه غريب زي ما قالت الحكمة: أنا لا أعرف الخصام ولكن أعرف كيف أعيد الناس غرباء كما كان. رجعه غريب زي ما كان، زي كأنكم تلاقيته أول مرة سلمت عليه: أهلا وعليكم السلام، مرحبا، كيف أنت؟ وصلت؟ أبقوا عافية.